ليه الزمالك خسر؟ ده سؤال، ده سؤال مهم جدا. وليه الزمالك خسر دي تحتاج فعلا اللي حصل انه يتعمل اجتماع لمجلس إدارة الزمالك، وده اللي جرى بالفعل، وتحتاج تحقيق مفصل ومعمق. ليه؟ انا من الناس اللي تشوف ان الزمالك عنده مجموعة، وده بعيدا عن انا زملكاوي، مجموعة من اهم واقوى اللعيبة في مصر. فالسؤال، مشكلتي في اللعيبة وان انا اعمل تعاقدات جديدة، ولا مشكلتي في المدير الفني، ولا مشكلتي في الاثنين، او مشكلتي فين؟ يعني قد يكون غائبا عني باعتباري مش متخصص في مسألة كرة القدم وما الى ذلك. بس الاجتماع اللي اتعمل ده أكيد وراء الكثير من الأمور، وأكيد له كواليس كثر. خلونا ناخد معانا على التليفون الناقد والمحلل الرياضي البارز زميلنا العزيز أحمد الهواري. أهلا 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 أستاذ يوسف، تحياتي لحضرتك وبرحب بيك، ودايما بكون مبسوط جدا جدا يعني وأنا معاك على الهواء. أنا أكتر أبو حميد، احكي لي. خلينا اجاوب لك على السؤال، ليه خسر الزمالك مباراه القمه وليه النتائج السلبيه؟ مش يعني مش عايزين بس نختزل في خساره القمه بس. ماشي. ده طبعا بوجود مشاكل كبيره جدا داخل الفريق ما بين لاعبي الزمالك. لاعبي الزمالك وصلوا لحاله ان ما فيش سيطره على اللعيبه ولا على الفريق. اللعيبه في ازمات ما بينهم وبين بعض، وصلت ان كل اثنين او ثلاث لعيبه عاملين شله مع بعض، والشله دي ما بتكلمش الشله دي، وان وصلت ان في لعيبه جوه الملعب ما بتبصيش لبعض. الى هذا الحد؟ لعيبه بتزعل من تسديد ضربات جزاء، لعيب يطلب من زميله انه يسدد ضربه جزاء فزميله ما يرضاش، ف ما يلعبش، ما بعد كده ما يرضاش يباصي لزميله. وصلنا لمرحله شلاليه. طبعا مجلس اداره الزمالك عارف واعلن ان الفريق في حاله من الشلاليه وان اللعيبه كلها اتقسمت. ده بداية الأزمات اللي وصلت من مباراة أسوان، لو تفتكر مباراة أسوان اللي الزمالك خسرها، وصلنا إن اللعيبة وقتها كمان كابتن الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا كان خرج من المعسكر، اللعيبة راحوا بلغوا مجلس إدارة النادي إن كابتن الفرقة خرج، فكابتن الفرقة زعل من اللعيبة، فاللعيبة زعلت من كابتن الفرقة، حصل حالة من الانقسام ما بين اللاعبين وكابتن الفريق وما بين اللعيبة كلهم. ده إجابة السؤال. ولكن خليني اقول لحضرتك فيما يخص اجتماع المجلس النهارده، مجلس الاداره كان دعا لعقد اجتماع طارئ بالامس بعد خساره مباراه القمه لمناقشه رحيل فيريرا. على عكس ما كان متوقع يعني ان فيريرا هيرحل النهارده، مجلس الاداره خرج بشكل رسمي واعلن ان فيريرا مستمر لما بعد مباراه فرق. يعني فيريرا مكمل. فيريرا مستمر، ولكن اتفضل. فيريرا كده مكمل. لا فيريرا مكمل، ولكن في تم التصويت النهارده، وانا بقول لحضرتك كل اللي جاي ده بقى كواليس. تم التصويت النهارده لمجلس اداره الزمالك في ورقه، كل واحد خد ورقه وكتب فيها رايه. يعني عضو المجلس ما يعرفش العضو اللي جنبه كتب ايه. ماشي. لكن الكل اجمع ان فيريرا لازم يرحل. خلاص وصلنا لمرحله او زي ما بيقولوا كده الحيطه سد، لازم فيريرا يرحل وما يستمرش، ومجلس الاداره كله ده كان رايه. وتم الاستقرار على رحيل فيريرا، وهو القرار اللي لم يتم الاعلان عنه حتى الان، لكن ده قرار خلاص بيتم التمهيد ليه خلال الايام المقبله. الزمالك بينتظر بس عقد جلسه مع المدير الفني لمناقشه ازمه الشرط الجزائي وكيفيه رحيله، لان الشرط الجزائي بالمستحقات المتاخره بنتكلم ان المبلغ يوصل لحوالي نص مليون دولار. فمبلغ كبير على خزينه نادي الزمالك انه يدفعه لفيريرا عشان يرحل، فهيشوفوا معاه صيغه للرحيل بالتراضي. مين اللي هيكون مدير فني لنادي الزمالك خلال الفتره الجايه بعد رحيل فيريرا؟ مجلس الاداره اتكلم ان هيكون التعاقد مع مدير فني اجنبي صعب نظرا لارتفاع سعر الدولار، فكابتن اسامه نبيه هو اللي يكون مديرا فنيا خلال الفتره الجايه ويقود الفريق، يعني لان هو اللي كان موجود وعارف اللعيبه ويقدر يسيطر على اللعيبه. طيب الامر الزمالك خلال اجتماع مجلس الاداره تم طرح اسم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز. بما ان حضرتك اطلقت عليا لقب ابو الكرامات، ابو الكرامات،
طبعا. مين المدير الفني للزمالك في الموسم الجديد؟ ايوه. خلال اجتماع مجلس الاداره النهارده رئيس نادي الزمالك قال لهم انا هتفاوض مع باتشيكو عشان يقود الزمالك من السنه الجايه، يعني كابتن اسامه يكمل لنهايه السيزون ومن السنه الجايه يكون باتشيكو هو المدير الفني لنادي الزمالك، لان تعاقده مع بيراميدز 6 شهور. اوكي. ينتهي الموسم نتفاوض مع باتشيكو من دلوقتي، ان الموسم ينتهي وتخلص الموسم مع بيراميدز فتكون انت مدير فني لنادي الزمالك في السيزون الجديد. طب بص ابو الكرامات، ما هو كده بقى انا هتعاقد مع باتشيكو يعني هدفع بالدولار، فانا كده رجعت للمربع بتاع انا ما عنديش قدرات ان انا اقدر ادفع مبالغ كبيره نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار قدام الجنيه المصري. فانا طب هعمل ايه؟ يعني اللي هوفره من فيريرا هدفعه لباتشيكو؟ لا، اللي هم بيتكلموا ان باتشيكو يكون من السيزون الجديد، ففي السيزون الجديد هتكون استعداد. هو كده كده خلينا متفقين على نقطه يا استاذ يوسف، ان الاهلي والزمالك المدير الفني الاجنبي ما فيش بديل عنه، اهلي وزمالك ومنتخب مصر المدير الفني الاجنبي لا بديل عنه، لكن هم عشان دي الوقت وعشان حاليا في ازمه ان هتفاوض مع مين والبديل هيكون مين الاجنبي، وطبعا ارتفاع سعر الدولار كل ده قال لهم لا، يعني ادى، وانا بقول لحضرتك ده كان راي مجلس الاداره، ادى ان هم يقولوا لا بديل محلي، والبديل المحلي كابتن اسامه نبيه، لكن رئيس نادي الزمالك قال لهم من السيزون الجاي ومن الموسم الجديد انا علاقتي كويسه بباتشيكو، فانا اتفاوض انا مع باتشيكو من دلوقتي وباتشيكو يكون في الموسم الجديد. ده الراي وده المقترح اللي على طاوله مجلس الاداره، لكن من السنه الجايه، لان كده كده كل الطرق هتؤدي لتعاقد الزمالك مع مدير فني اجنبي، لان جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ما بيصبرش على مدير فني مصري ابدا ابدا ابدا، يعني خلينا ايه متفقين على النقطه دي. طيب هنا يجي سؤال، وهو فيريرا هو اللي هيحاسب على الفاتورة، حتى في إطار أنه في تحليلك قلت في مشكلة جوه الفرقة نفسها، متقسمين شلل صغيرة وما بيتعاملوش مع بعض في الملعب إلى آخره، البعض هيرجئ ده إلى أنه ده جزء المفترض من قيادته كمدير فني أنه يخلق هذه الروح، بس يعني هخلق الروح في وسط ناس مش طايقة بعض إزاي؟ ما بص انا اقول لحضرتك على حاجه، ده جزء اكيد من مهامه ومن عمل المدير الفني، لكن برضو متواجد عندك مشرف على الكره، والمفترض كمان ان موجود كابتن اسماعيل يوسف وانضم للجهاز الفني كمدرب عام وقائم باعمال مدير للكره، كل الناس دي ليها دور برضو، عشان كده هم شافوا ان المرحله المقبله بعد الاعلان عن رحيل فيريرا يكون كابتن اسامه نبيه عشان يقدر يسيطر على اللعيبه، او جه مدير فني اجنبي هيبدا جديد، هيبدا لسه يتعرف على اللعيبه، وبرضه اللعيبه مش هيقدر ان هو يفك الشلليه ويحاول ان هو يحل الازمات اللي بين اللعيبه، ده اللي خلاهم يفكروا شويه في كابتن اسامه نبيه. لكن لو على دور المدير الفني، هو في ايضا دور على المشرف على الكوره والمدير الكوره او المدرب العام كابتن اسماعيل يوسف، ان هم يحاولوا يسيطروا شويه على اللعيبه، لان الازمات تفاقمت جدا بين لاعبي الزمالك. طيب الا تظن انه الامر يحتاج للمزيد من الضبط والربط والشده وقرص الودن والتعسيف بصراحه للفرقه ولا لا؟ اللعيبه عندنا بقدر ما هم مهاريين بدرجه انا في رايي مخيفه، بقدر ما هم غير ملتزمين. انا متفق جدا مع حضرتك، يعني اللعب الكره يعني واللعب المصري حريف بدرجه امتياز، ولكن العقليات دايما مش هي افضل حاجه، يعني لو لقيت مثلا في ال11 اللي بيبداوا المباراه 2 لعيبه عقلياتهم كويسه، لا يعني ده تقول شكرا، لكن فعلا هي العقليات. انا بقول لحضرتك وصلت ان اللعيبه عشان لعيب طلب انه ما يسدد ضربه جزاء في ماتش في دوري ابطال افريقيا في الدور التمهيدي، زميله قال له لا انا اللي هسدد، ما بقوش يباصوا لبعض رغم ان هم كانوا اقرب 2 لعيبه لبعض. انا مصدوم، مصدوم ومخضوض. يعني وصلت واتنين لعيبه دوليين بالمناسبه بيلعبوا منتخب مصر. مين؟ خلاص يعني مش لازم. عدت. طيب التعاقدات الجديده ابو الكرامات بقى. طيب. خش. طيب النهارده كان في المؤتمر الصحفي اللي عقده مجلس اداره نادي الزمالك، اعلن بشكل مباشر مجلس الاداره ان في 3 تعاقدات هيتم التعاقد معهم، يعني خلال او 3 صفقات هيتم التعاقد معهم خلال ال10 ايام المتبقيين من شهر يناير او الاسبوع المتبقي من فتره الانتقالات الشتويه. على راس التعاقدات هو مهاجم افريقي
كان الاسم المرشح جون ايبوكا، لكن كان الزمالك في صفقه جون ايبوكا بيقدم رجل ويأخر رجل، ما كانش هو الاسم يعني كان الخيار البديل، لان كانت الرغبه في التعاقد مع مهاجم من خارج الدوري المصري. فحاليا بيتم التكثيف يعني دراسه السير الذاتيه اللي موجوده للمهاجمين الافارقه عشان يتم التعاقد مع مهاجم افريقي يقدر يقود خط هجوم الزمالك، لان يعني الزمالك بيعاني من ازمه هجوميه شديده جدا. طيب الاسم الثاني مين؟ هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، اسم مطروح بقوه داخل نادي الزمالك، شايفين ان هو اللاعب اللي هيقدر يحول طريقه لعب الزمالك وهيكون دايما هو ترمومتر اداء الزمالك يعني في الملعب. وبالمناسبه عبد الله السعيد انقطع عن مرام بيراميدز خلال الفتره اللي ما بين ماتش بيراميدز والزمالك للماتش اللي بعده، وكان موقوف الماتش اللي بعده، واللاعب كان ماتش فاركو، واللاعب ما راحش التدريب لمده يومين في محاوله للضغط على اداره نادي بيراميدز للموافقه على انتقاله لنادي الزمالك. الصفقه الثالثه وهو ناصر منسي مهاجم نادي البنك الاهلي، وخلينا اقول لحضرتك خبر بعد التواصل مع يعني مسؤول مهم جدا جوه مجلس اداره نادي البنك الاهلي، قال لي احنا حتى الان الزمالك ما ارسلش عرض رسمي، لكن موقفنا اتغير، ولو في عرض رسمي هنناقش رحيل ناصر منسي بصفوف نادي الزمالك. من ضمن الصفقات الاجانب، لو تم رحيل او اعاره بنيني سامسون لاعب الزمالك الحالي، هيتم التعاقد مع احمد قندوسي اللاعب الجزائري لاعب نادي وفاق الصيف. اللاعب بس الخلاف ما بين الزمالك واداره نادي وفاق الصيف على التعاقد يكون اعاره لنهايه الموسم بنيه الشراء ولا تعاقد نهائي. ولو رحل البنيني سامسون هيكون هناك تدعيم باحمد قندوسي لاعب، وده اسم كمان كان مرشح بقوه للنادي الاهلي خلال فتره الصيف، لكن لم يتم انهاء العقد معاه يعني. طيب ده كده الزمالك. اهلي بقى، النادي الاهلي خلينا اعلن لحضرتك يعني ان هو توصل يعني نقدر نقول شبه اتفاق مع نادي بشكتاش لضم المهاجم جاكسون موليكا، في مفاوضات بقوه مع بشكتاش لاستعاره جاكسون موليكا. بشكتاش في بدايه الامر غالى في طلباته الماديه، ووصل ان هو قال للنادي الاهلي انا عايز في بيع جاكسون موليكا 6 مليون يورو، وده رقم كان كبير جدا جدا، واداره النادي الاهلي صدمت من المبلغ، لكن بدا التفاوض على استعاره جاكسون موليكا وتقليل المبلغ. وحاليا النادي الاهلي واداره نادي باشكتاش في مرحله التفاوض للوصول لرقم يرضي الطرفين، ويكون رقم مقبول ومعقول ان اداره النادي الاهلي تقدر تتحمله، ويتم التعاقد مع جاكسون موليكا واستعارته لنهايه الموسم. التعاقد مع مهاجم افريقي سواء جاكسون موليكا او لو فشلت مفاوضات الاهلي وباشكتاش هيكون في مهاجم افريقي بديل، والمهاجم الافريقي هيكون اخر صفقات النادي الاهلي بعد التعاقد مع الضوي اللاعب التونسي والثنائي المحلي مروان عطيه وخالد عبد الفتاح اللي شارك امبارح في مباراه القمه. يا سيدي يا سيدي، كلك كرامات ابو الكرامات والله. في الانتظار انا عايز اشكرك جدا 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 احمد على يعني التليفون المثمر ده، زي ما يتقال مكالمه مثمره جدا. كل الشكر لزميلنا الناقد الرياضي البارز احمد الهواري الشهير بابو الكرامات.